unit fractions using models. يعني ايه comparing unit fraction using models؟ تعالوا نشوف العنوان اصلا كلمة كلمة كده معناها ايه. comparing يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه compare؟ compare احنا كنا خدناها كده بس ممكن نكون مش فاكرينها، ان احنا نقول more than او less than او equal. ماشي. unit fraction، كلمة unit fraction دي كنا قلناها قبل كده برضو، حد فاكر ولا نسينا؟ unit unit fractions fraction لو كتبت مثلا fraction كده وfraction تاني كده وfraction 2 over 12. يا علي انت بتكلم مين يا حبيبي؟ طيب لو كتبنا ال 3 fractions دول 1 over 2 اللي هو half، 1 over 7 اللي هي 7ths، و 2 over 5 اللي هي 2 fifths، مين في دول unit fraction؟ لو أخدنا بالنا إن ال 1 over 2 اللي هي ال half وال 7ths دول النوميريتور بتاعهم كام؟ one النوميريتور 1. برافو عليك. أي fraction النوميريتور بتاعه ب1 اسمه unit fraction. مين هو اليونت فراكشن؟ هو الفراكشن اللي النوميريتور بتاعه يكون بكام؟ one 1. طب ينفع اقول ان 2 over 5 اللي هي 2 fifths دي يونت فراكشن؟ لا لا. لكن لو كتبت كده 1 over 5 و1 over 5 يونت تانية، مش فراكشن 2 over 5 يعني 1 over 5 و1 over 5 كمان، دي كده يونت فراكشن. اه عشان النوميريتور equal 1. خلاص كده. طيب تعالوا نشوف بقى في الجزء الثاني using models. كلمة models ديت يعني احنا هنرسم. يعني ايه هنرسم بقى؟ يعني بيقول لنا اعمل compare، قارن شوف مين الفراكشن الكبير والفراكشن الصغير، لكن باستخدام model يعني باستخدام رسم. ايه الكلام الكبير ده يا مس؟ تعالى كده ناخد 1 over 2 1 over 5 وانت تقول باستخدام الرسم اهو. لو حد في هنكمل، لو في حد في حاجة مش واضحة معاه يقول. نرسم كده التشوكلت بتاعتنا، احنا اتفقنا الفراكشن هنستخدم فيه تشوكلت وبيتزا، هناكل ونحلي. معلش يا علي بقى استحملنا انت جعان. تمام. تمام. ده كده جبت هول 1، اول واحدة ديت هول 1. التانية هقسمها لتو بارتس، هقسمها لتو بارتس، لازم يكونوا ايه؟ equal بارتس عشان الفراكشن بيحب العدل. تو equal بارتس. طيب يبقى كل بارت من دول اسمه ايه هنا؟ هنا انت اعملي ان ميوت يا نيرة. هنا ده وده كل واحد منهم اسمه ايه يا علي؟ يا علي نيرة سامعاني؟ طيب احنا لما عملنا ده كده two parts، يبقى كل part منهم اسمه ايه؟ half half. ده كده half وده كده half. طيب حلو قوي. هناخد ال part التالت ده نقسمه ل three parts، 3 equal parts اهو كده، ده وده، مش دول كده 3 equal parts؟ صح يا علي؟ تعالوا نخليها 5 parts احسن. علي لما نقسمها ل 5 equal parts يا نيرة يبقى كل part اسمه ايه؟ فيفز fifths. برافو عليك. طب هو الهول 1 فيه كام fifths؟ الوان الواحد هو كام fifths؟ باي طيب برافو عليك علي. انت سامعني؟ طيب قولي كده احنا قلنا كل واحد من دول هيبقى اسمه ايه؟
بتقول ايه يا علي؟ معلش انا مش سامعاك. هيبقى اسمه بارت. البارت ده اسمه ايه بقى؟ يعني 1 اوفر كام؟ علي لو سمحت، لو تقدر تقعد في مكان فيه نت افضل من كده يكون احسن عشان اسمعك وتسمعني كويس. يبقى ده كده 1 اوفر 5. 1 اوفر 5 هيبقى فيفس. ماشي. طيب احنا كده عملنا موديل. يعني ايه عملنا موديل؟ موديل يعني بنرسم رسمة تساعدنا في الحل. طيب ايه هو السؤال اصلا اللي احنا عايزين نحله؟ ان احنا هنعمل كومبير، هنشوف مين الكبير ومين الصغير. كلنا عايزين نشوف الهاف اكبر ولا الوان فيبس. مين اكبر يا شباب كده من الرسمة دي؟ الفيفث اللي شكله يعني اللي باللون الاصفر ده، اللي باللون الاصفر، الريكتانجل الاصفر ده اكبر ولا الريكتانجل اللي بالاصفر تحت ده اللي لا هو الفوق يبقى عندنا هنا ال 1 الأوفر over 2 greater than ال 1 over 5، صح؟ صح. طيب تعالوا كده نرسم رسمة ثالثة زيادة على دول ونشوف، نشوف الفراكشن اللي هنكتبه ايه. هنقسم المرة دي الشكل ده ل 3 parts، نسهل على نفسنا شوية، نخليهم 3 equal parts. يبقى كل بارت منهم اسمه ايه يا علي؟ مساوي علي انا مش سامعاك، اسمه ايه يا نيرة؟ ايه بتقولي قولي كده اسمه ايه؟ سردس third ال 1 over 3 وال 1 over 3 و 1 over 3. طب قولي لي كده يا نيرة، ال 1 over 3 ده الأصفر اللي تحت ده هو الأكبر ولا ال 1 over 5؟ 1 over 3 1 over 3 greater than 1 over 5. طب حد واخد باله من حاجة؟ ان كلهم اوفر 1، ان هما ايه؟ كلهم اوفر 1. كلهم 1 over رقم تاني. دي حاجة. تاني حاجة ايه هي؟ ودي حاجة برضو مهمة اللي انت قلتها يا علي، دي ان احنا بنتكلم عن هو ال 1. 1 over حاجة اللي هو unit fraction. طيب ايه كمان؟ احنا قلنا ال 1 over 2 more than 1 over 5. طب حلو قوي. وقلنا كمان 1 over 3 more than 1 over 5. طب هو مش المفروض ان ال 2 يا مس هي smaller than ال 5؟ ها صح؟ صح يا نيرة. طب وعندنا ال 1 over 3 المفروض ان هي يا علي تكون smaller than ال 5. ال 3 smaller than ال 5 صح؟ صح. ازاي لما عملنا 1 over الرقم ده اللي هو الرقم الصغير بقى هو greater than ال 1 over النمبر الكبير؟ عشان ده اسمه fraction. يعني اللي انا عايزه اقوله يا شباب ان احنا عندنا لو 2 هتكون smaller than 5 صح؟ لا، بنكتب الرقم اللي هو الدينومينيتور ده المفروض ان 2 smaller than 5. لكن لما بقت fraction، لما بقت unit fraction 1 over 2 او 1 over 5 بقت لا العكس، ال 2 ال 1 over 2 هي اللي اكبر. يعني كده اليونت فراكشن الدينومينيتور لما بيكون هو الصغير بيكون الفراكشن ده كله كبير. يعني هنا 2 smaller than 5 لكن هنا ايه؟ 1 over 2 تبقى هي الكبيرة. طب اللي تحت عندنا احنا عارفين ان 3 هي اللي بتكون smaller than 5. طب ازاي لما بقت 1 over 3 بقت اكبر من او more than 1 over 5؟ عشان هنا اسمها unit fraction. طيب حد يقول لي كده ال 1 over 2 لو انا معايا بيتزا قسمتها لقطعتين
ومعايا بيتزا تانية قسمتها لخمس قطع، بيتزا واحدة اهي قسمتها لقطعتين، وبيتزا تانية نفس الحجم بتاعها بالظبط قسمتها لخمس قطع. يبقى مين اللي يعني امتى هناخد حتة اكبر؟ لما يكون one عالي over ها one over two 1 over 2، لما يكون علي ونيرة بس هما اللي بياكلوا البيتزا، اكيد اكيد كل واحد منهم هياخد حتة كبيرة اكتر من ان انا اكون باكل معاكوا، صح؟ صح. يعني مثلا حد كده شطور منكم، وانا عارفة انتوا اتنين شطورين، يقول لي ال 1 over 3 ماشي، وال 1 over 2. هحط One مول over زين. نحط مول زين ولا للزين؟ مين الأكبر، 1 over 3 ولا 1 over 2 يا علي؟ 1 over 2 1 over 3 1 over 2 مين أكبر آخر مرة؟ 1 over 2 أكبر ولا 1 over 3؟ 1 over 1 2 over 2 1 over 2. طب عشان ما نتلخبطش ناخد المثال ده، لما يكون النموريتور، أنا الكلام اللي احنا بنقوله ده لما يكون عندنا النموريتور ب1، لما يكون عندنا بيتزا علي ونيرة بس هياكلوها مع بعض، يبقى علي ونيرة هياكلوا حتة أكبر، ولا لما نجيب نفس البيتزا ديت وأنا أخد منها حتة كمان؟ يعني لما اتنين ياكلوا البيتزا ولا لما تلاتة ياكلوا البيتزا؟ لما اثنين لما اتنين، طبعا كل واحد النصيب بتاعه هيكون أكتر، مظبوط؟ في حاجة صعبة كده؟ لا طيب تعالوا كده، ايه رأيكم ال 1 over 2 وال 1 over 3 وال 1 over 5 اللي احنا عملناهم دول نعمل لهم اوردر؟ يعني ايه اوردر؟ يعني نرتبهم مرة from the smallest to the greatest، ومرة from the greatest to the smallest. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. عارفين ال ascending وال descending ولا لأ؟ عارف ال ascending وال descending يا علي؟ علي؟ عارف ال ascending يعني ايه؟ انا اعد من الكبير. ascending بنعمل order from the smallest to the greatest. ascending from the smallest to the greatest، يعني من الصغير للكبير. يبقى العكس descending from A to A يا نيرة. from E to احنا لما نيجي نعمل ترتيب لأي أرقام، ترتيب يعني بنعمل أوردر للأرقام دي، بنرتبها من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير، صح؟ لو احنا هنرتب from the smallest to the greatest بنقول عليها ascending. اسمها ايه؟ ascending. ascending. العكس بقى، ان انا هرتب من الكبير للصغير من ال greatest to the smallest اسمها descending. اسمها ايه؟ descending. descending. حلو قوي. تعالوا احنا هنا نعمل ايه بقى؟ ascending نكتبلها حرف كده ايه؟ اس سي. ascending دي يعني ايه علي؟ قول لي كده، من ايه لايه؟ ascending من الصغير للكبير. from the smallest to the greatest. طب قول لي كده، from the smallest هيحط مين الاني fraction الاول؟ ال 1 ال ال 1 over ايه؟ مين الصغير اللي هنا؟ 1 over 2 الصغير 1 over يا 2 حلوين. ال 2 اصغر من ال 5، لكن مين ال fraction الاكبر الاصغر، ال 1 over 5 ولا ال 1 over 2؟ 1 over 2 احنا الاصغر، الفراكشن الاصغر، يعني لما اكل، لما علي ونيره ياكلوا البيتزا مع بعض وكل واحد ياخد هاف، ولا لما نكون احنا 5 خمسه 1 مع over بعض 5 وبنقسم نفس البيتزا علينا، مين امتى هتاكلي حته اكبر؟ 1 over 2 ال 1 over 2. تمام، يعني ال 1 over 2 دي هي الكبيره، صح؟ صح. تمام. واصغر واحد منهم مين؟ 1 over 2 ولا 1 1 over over 3؟ 4 1 over ايه؟ 5. تمام. طب ممكن يا نيرة علي بس يكمل الاسندنج وانت هتعملي الديسندنج. احنا خدنا الاسندنج الصغير يا علي 1 over 5، اللي بعده الصغير مين؟ 1 over 2 ولا 1 over 3؟ one over three
3. برافو. نفتكر دايما المثال بتاع البيتزا ده. اخر واحده بقى اللي هي ال 1 اوفر 2. قولي لي يا نيره، ال descending descending from A to A from A to احنا عملنا هنا ال ascending من الصغير للكبير، يبقى ال descending من A ل A. big من ال big ال small من from the biggest to the smallest. مين ال biggest؟ ال half. بنبص على اللي فوق ده الأساسية اللي هي عندنا في السؤال. 1 over 5 ال 1 مين ال greatest؟ ال greatest هي ال 5 هي الكبيرة، لكن هي هنا 5 ولا 1 over 5؟ 1 over 2 لما نكون احنا اتنين بناكل البيتزا، يبقى كل واحد هياخد اكتر. ها؟ وبعديها 1 over 3 1 over 3 آخر واحدة 1 over 5 1 over 5 كده. في حاجة صعبة؟ لا. طيب لا. أقول لكم على حاجة وانتوا قولوا لي هنعمل إيه. إيه الفرق ما بين الرسمة دي وإن أنا أعمل كده؟ مفيش فرق. يا سلام. لا في دي رسمة المرسيدس صح يا علي؟ اه. طيب ايه الفرق ما بين الثري سيركلز دول والسيركل دي؟ قولي لي قولي يا علي انت الاول. الفرق ان دول اولا ده دول تلاتة ودي ون. الفرق التاني دي 3. دي 3 صح؟ صح. طيب واللي هنا يا علي دي ايه؟ علي قولي لي يا نيره دي ايه؟ 1. دي 1 ولكن كل واحده منهم اسمها ايه؟ ها سيردس ثيرد. قال لي يا مس. طب انتي بتقولي لنا المثال ده ليه يا مس؟ علشان نفرق ما بين الثري والثرد. الثري يعني ثري هول، يعني حاجات كاملة على بعضها كده موجود منها ثلاثة ما قطعناهاش، لكن الثرد عندنا حاجة واحدة قطعناها لكام؟ لثري بورتس. ماشي؟ علي دلوقتي انا جعان جدا 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 وبتخيل ان الثري دي ثري بيتزا حقيقية هو بياكلها، لكن انت عشان انت اكلتي جيتي من المدرسة ونيجي اكلتي فمتخيلة هي حاجة صغيرة 1 over 3، تاخدي حتة صغيرة بس. افتحي الكاميرا يا أستاذ علي. خلاص كده؟ طيب هي ال 1 over 3 دي 1 over 3 وكمان 1 over 3 لو عملت لهم بلس كلهم مع بعض، يعني هقول كده 1 over 3 1 over 3 1 over 3 التلاتة دول لما اعمل لهم بلس مع بعض يبقى عندنا كام ثيرد؟ ثري ثيردس. ثري ايه؟ ثيردس. طب تعالوا كده، هو فاكرين في الديفيجن اي نمبر ديفايد نفسه بكام؟ اي نمبر ديفايد نفسه، يعني معايا 3 بيتزا وتلاتة هياكلوها يبقى كل واحد هياخد قد ايه؟ 1 نص. اي نمبر ديفايد نفسه ب 1 صح؟ صح. طيب تعالوا كده، لو انا هعمل الشكل ده كده ما كلهم بيتزا، تعالوا نجيب الجبنة المثلثات دي كده. كله أكل يا علي، كله أكل كده. عندنا في الرسمة دي كم هاف؟ 2 2 هافس، يعني 1 over 2 و 1 over 2.
نجمعهم مع بعض هيدينا 2 هافس. يعني ايه 2 هافس؟ يعني 2 اوفر 2، مظبوط؟ اي نمبر على نفسه، اي نمبر ديفايد نفسه يدينا ايه؟ 2 1. اي نمبر ديفايد نفسه ينيره يدينا ايه؟ 1 1. ومش احنا الهاف دي مع الهاف اللي تحت دي الاثنين مع بعض في شكل واحد هيدونا ايه؟ هول 1، مظبوط؟ مظبوط مظبوط جدا. طيب اخر حاجة صغيرة هقولها ونبدأ نحل بقى كتير. لو انا جبت بيتزا كده، بلاش بيتزا، انا عايزة اجيب لك اي حاجة تانية يعني غير الاكل. نجيب سكوير عادي خالص، طبعا دي ايه زي صينية المكرونة بشاميل يا علي. ماشي، وصينية صينية جنبها زيها بالظبط، قدها بالظبط، مفيش أي فرق ما بينهم، نفس الشكل ونفس المقاس ونفس كل حاجة. خلاص جينا هنا دي كده قسمناها نصين بالظبط كده، أو خليها أربع أرباع، 1 أوفر 4، 1 أوفر 4، 1 أوفر 4، ودي برضو نفسها. جت نيرة قالت أنا هاكل من الصينية دي، مش هاكل من الصينية دي، نيرة هتاكل الجزء ده اللي هو ال 1 أوفر 4 ده، الجزء اللي نيرة هتاكله ده ال 1 أوفر 4 صح؟ لأن ده كمان كلهم متقسمين، ديت متقسمة ل 4 بارتس، يبقى كل واحد منهم اسمه 1 أوفر 4. دي نيرة، جه علي قال لأ أنا الصينية دي هي اللي شكلها عاجبني أكتر. ماشي؟ هنا دي نيرة وده هنا علي. خلاص علي انت هنا هتاكل قد ايه من الصينية؟ 1 over 4. طب ال 1 over 4 ده وال 1 over 4 ده قد بعض ولا فيهم واحد اكبر من التاني؟ قد بعض. لا يبقى نيرة هتاكل قد بعض. قد علي. ليه؟ ليه؟ لان الصينية دي قد الصينية دي، فانا لو اخدت هاف اكتر من دي قد الكوارتر ده بالظبط. تمام؟ طيب امتى بقى يكونوا مش قد بعض؟ في صينية تالتة كده موجودة هنا، ماشي، ولكن حجمها صغير شوية، هقسمها برضو ل equal parts، 4 equal parts كده. وانا قلت هاكل الجزء اللي بالاخضر ده، ماشي، اللي انا اكلته ده قد ايه؟ قد ايه من الصينية دي كلها؟ 1 ايه يا نيرة؟ انا شايفاكي سامعاكي بتقولي 1، 1 ايه؟ 1 هي كلها كام؟ 4، تبقى 1 ايه؟ اوفر 4 ده كوارتر. هنا يا علي اللي انا هاكله الكوارتر بتاعي بتاع اسراء قد الكوارتر بتاع علي ولا مختلف عنه؟ افتح الكاميرا يا حبيبي. ثواني يا نيرة، علي افتح الكاميرا كده وركز معايا. يا أستاذ علي، علي أفندي، طيب قول لي بقى الكوارت اللي أنا الجزء اللي أنا هاكله ده قد إيه من دي كلها؟ 1 أوفر 4 يعني كوارت ولا هاف؟ كوارتر. كوارتر. طب هو الكوارتر بتاع إسراء مور ذان ولا ليس ذان ولا ايكوال الكوارتر اللي علي هياكله؟ يا علي لا انت سامعني كويس؟ سامعني؟ انا سامعاك يا حبيبي، انت سامع؟ لو سامعني اعمل لايك. طيب طيب دلوقتي تمام، انا هاكل كوارتر اللي باللون الاخضر، هاكل الكوارتر بتاع الصينية دي،
وانت هتاكل الكوارتر بتاع الصينية ديت اللي بالأزرق، هل الكوارتر اللي انا هاكله قد الكوارتر اللي انت هتاكله، ولا سمولر زان ولا جريتر زان؟ سمولر زين. سمولر زان. ايه ده يا مس، يعني كوارتر هيكون سمولر زان كوارتر ازاي يعني؟ على حسب ايه بقى؟ على حسب ايه؟ الشكل ده كله اكبر ولا الشكل ده؟ ما هو لو الشكل ده كبير يبقى اكيد الكوارتر بتاعه هيبقى اكبر من الشكل ده، فاهمين؟ نيرة صعبة شوية ولا ايه؟ طيب تعالوا كده ايه، نبطل كلام كتير، نبطل كلام كتير ونشوف كده، نحل مع بعض شوية اسئلة، ايه رأيكم؟ ماشي ماشي. كده طيب انا كام؟ هديك بيج 68، تمام؟ نجرب كده نحل مع بعض يا علي. اول واحدة على الشمال دي، قولي كده 1 over 3 1 over 6. هو كمان جايب لنا 1 over جزء 3 حاجة مرسومة. 1 over 3 تمام. ها اللي بعدها نيرة 1 over 4 1 over 4. هو الكبير ولا الصغير؟ يعني هنحط هنا ايه؟ نقول 1 over 8 more than ولا less than 1 over 4؟ بس خلصتهم كلهم. تمام يا علي. قولي يا نيرة دي ايه؟ 1 over 8 1 over 4، هحط اللي فوق دي العلامة دي ولا العلامة اللي تحت دي؟ اللي تحت يبقى 1 over 8 smaller than 1 over 4. ماشي؟ طيب وهنا يا علي 1 over 3. طب قول لي يعني نقراها مظبوط 1 over 8، هنحط هنا مور زان ولا ليس زان؟ نعم هنحط دي ولا هنحط دي؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ افتح الكاميرا. كملي يا نيرة. الوان اوفر هنحط اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق. طب نقراها ازاي يا علي؟ 1 over 5 1 over 3. لا فيك حاجة في النص، في علامة في النص هنا بنقول عليها ايه؟ نبقى 1 over 5 ها smaller than smaller than ايوه. 1 over 3. طب قولي لي يا نيرة اللي بعدها هنحط هنا ايه؟ اقريها، اقري الجملة، اقري السؤال على بعضه. يبقى 1 over 6 1 over 6 1 over 4. طب قولي لي اللي هنحطه في النص ايه؟ smaller than. اقريها تاني على بعضها وركز يا علي ونيرة بتجاوب، ركزوا مع بعض. 1 over 6 smaller than 1 over 4. جميل. اللي بعدها يا علي 1 over 2 1 over 8 يبقى ال خلصت. 1 over 2 smaller than over 8. يا راجل ال 1 over 8 2 smaller than 1 over 8؟ لما نكون احنا اتنين بناكل one البيتزا over ولا بنكون احنا تمانية؟ 1 over 8 1 over 2 smaller than 1 over 8 يا حبيبي ركز، يا حبيبي ركز. 1 over 1 over 8 smaller than 1 over 2. علي ايه اقعد كويس واقرا من نعم الشمال لليمين. ال 1 over 2 ايه علاقتها بال 1 over 8؟ more than ولا less than ال 1 over 8؟ more than more than. يبقى اسمها 1 over 2 اللي هي الهاف more than or greater than ال 8.
قولي اللي بعدها كمان يا علي. 1 over 5 greatest more 1 over 6 greatest او more، الاثنين صح، اللي انت قلته الاثنين صح. قولي يا نيرة اللي بعدها. 4 1 over 4 نبص على الرسمة. طيب 1 over 4 شكلها هنا smaller than ولا greater than ال 1 over 3؟ smaller than. smaller than. كملي دي كمان اللي تحت دي. 1 over 6 smaller than. smaller than ال quarter. تمام. اللي بعدها يا علي. 1 over 4 smaller than 1 over 2. ايوه كده كده احنا الاثنين بنقرا مظبوط بقى، انا كده مبسوطه كده نقرا صح، نقرا الفراكشن وبعدين العلامه اللي في النص وبعدين الفراكشن اللي في الاخر. كملي اللي بعدها كمان يا علي. 1 over 4 greater smaller greatest more than 1 over 8. برافو. more than or greater than، انت قلت الاثنين صح. طيب if you made a model، نكبر شوية، for 1 over 10. model اتفقنا هو عبارة عن ايه؟ هو الرسمة اللي احنا بنرسمها دي. model هي رسمة بتساعدنا في الحل. هنجيب model ونعمل له divide كده، هنقسمه ل 1 over 10 parts، كل بارت منهم 1 over 10. would it be bigger، يعني دي هتكون هي الكبيرة ولا ال 1 over 8؟ تفتكر كده قبل ما نرسم مين الأكبر، ال 1 over 10 ولا ال 1 over 8؟ 1 over 8. ال 1 over 1 over 8. ال 1 over 8 هي ايه يا علي؟ المور زين ولا ليس زين؟ المور زين. المور زين ال 1 over 10. رغم كمان رغم يا مس زي ما قلت لنا في الاول ان ال 10 مور ذان ال 8، لكن هي هنا فراكشن مش هول. طب تعالوا نستخدم الموديل زي ما هو بيقول لنا. تعالى نقسمه لقد ايه؟ بطل الاصوات انت يا علي، انت لازم تشترك في الكورال. علي انت لازم تشترك في الكورال وتبقى مغني. انا اه انت عمال بتغني وبتقول حاجات غريبة كده. اول واحدة دي هنقسمها اهوت لتن تي فور فايف سكس سيفن طبعا احنا لو راسمين مظبوط مظبوط لازم يطلعوا كلهم ايكوال لبعض. بس هو انا اترسمه، نعم التريانجل ده ارسمه تريانجل ايه ده اسمه ريكتانجل. ماشي ريكتانجل. اه عشان هو قال لنا لوزنج موديل. تمام. هنلاقي طبعا ان ال 1 اوفر 10 smaller than ال 1 over 8. قولي كده بطل تخبط يعني، مش قلت لك انت محتاج تروح فرقة موسيقية بتغني وبتطبل؟ يلا كده هنا بيقول لنا ايه الشكل اللي فوق ده هنستخدمه علشان نحل السؤال ده ازاي؟ يعني ال 1 over 2 ال half وال 8، هنشوف ال half هنا شكلها عامل ازاي؟ اهي ماشي؟ وال 8 اللي هي 1 over 8، ونقارن يا ترى ال 1 over 2 اكبر ولا ال 1 over 8؟ ها؟ لو احنا عايزين نحلها بالموديل ده هنقول ايه؟ ال 1 over 2 more than ولا less than ال 1 over 8؟ مور زين.
ايه؟ more than more more than. than. طب ال 1 over 3 نعمله باللون الأخضر ده، 1 over 3 أهو، وال 1 over 5، ال 1 over 5 اللي بالأخضر تحتها كمان أهي، ال 1 over 5 more than ولا less than ال 1 over 5؟ انتوا بتحلوا السؤال انتوا لوحدكم، بتحاولوا تحلوه لوحدكم صح؟ حلو قوي، هديكوا دقيقة تخلصوهم كلهم. ما خلصتهم اصلا. يس طيب ندي كمان فرصة لنيرة. يس نعم يفضل من حضرتك طلب. نعم ينفع من حضرتك طلب؟ اتفضل. ينفع حضرتك ما تديناش هوم ورك النهارده؟ ليه يا علي؟ ما انا عشان هتغدى بعديها، ممكن عشان عندي درس تقريبا انجلش بعديها، ايوه بعدين. فمش هيبقى عندي وقت، مش هيبقى عندي وقت. وايه كمان؟ مش انت عندك لسه بكره يوم الاثنين وعندك يوم الثلاث والحصه بتاعتنا يوم الاربعاء، يعني عندك يومين لسه، لا ايه رايك؟ لا صح، جميل. انت كنت اصلا الحساب علشان انت طلبت طلب، بس هقول لك حاجه، احنا نتفق اتفاق رجاله، انا مش هديكوا هوم ورك كتير، بس اتفاق الرجاله ان انا زي ما هعمل لك اللي انت عايزه نقلل الهوم ورك ماشي، تبعته أول ما تخلصوا على طول، تمام؟ بدون أعذار، يعني مش هتيجي تقولي يوم الأحد يوم الأربع أنا ما بعتوش يوم أصلا، أنا نسيت أو أصلا أنا حليته وماما ما بعتتهوش، تمام؟ أنت من نفسك كده استأذن ماما تاخد الموبايل وتصور وتبعتلي. أوكي، بس كلام رجالة بقى مش ينفع حاضر، وينفع مامتي تبعت لحضرتك رقمي وتحضرتك عشان ماشي اتابعنا؟ مفيش مشكلة عادي، ماشي ابعت لي انت خد الرقم من ماما وسجله عندك وبعت لي، بس ما تبعته قول لي انك علي. ماشي ماشي ماشي، انا عايزة بقى رجالة كده يعتمد عليها. ماشي ماشي. ماشي يا نيرة. نعم ماما برضه عايزة رقمك عشان وقت ما كان الكهرباء قطع ما كناش عارفين نوصله، ما هو عايزين رقمي نجمع. موجود مع رقمي موجود مع ماما، وهي كانت بعتالي الهوم ورك بتاعك منه. لا اللي هو التليفون. ما هو ده نفس اللي عليه التليفون يا حبيبتي، ده رقم واتساب وتليفون. ماشي ماشي يلا كده يا نايرة، نمبر بي لتر بي. 1 over 3 smaller than يا 1 نيرة over يا نيرة، one over three، تعالي نبص فوق هنا، ال one over three اهي اللي بالأخضر ده smaller than واللي greater than ال one over eight. smaller than ال 1 over 3 smaller than ال 1 over 8، يعني الحتة دي smaller than الحتة دي. ايه؟ ايه رأيك في كلام نيرة يا علي؟ نعم ايه رأيك في كلام نيرة؟ ال 1 over 3 وال 1 over 8 نكتب هنا ايه؟ 1 over 3 more than ولا less than ال 1 over 8؟ more than. ايوه كده، كمل يا علي. 1 over 8 1 over 4 1 over 8 اهي، وال 1 over 4 فوق اهي، مين اللي هنحط بقى في النص more than ولا less than؟ اعمل unmute يا علي. عادي اعمل unmute و مورزان يا حبايبي،
نبص فوق كده، ال 1 over 8 اهي بالاورنج، 1 over 4 اهي بالاورنج، يبقى ال 1 over 8 اكبر ولا ال 1 over 4؟ من اوفر فور يبقى نحط 1 over 8 هنا ايه، نحط more than ولا less than ال 1 over 4؟ مور زين. يا حبيبي شوف الترتيب، شوف الترتيب ده، ال 1 over 8 هي الكبيرة ولا الصغيرة؟ صغيرة يبقى 1 over 8، ها نعمل كده نقراها ازاي؟ 1 over 8 more than هي smaller more than than، ايوه smaller smaller than. than 1 over 4 طيب ال 1 over 4 دي واللي فوقها على طول ال 1 over 3 ينيرة، ال 1 over 4 وال 1 over 3 دول، يبقى نقول 1 over 4 more than ولا less than 1 over 3؟ لذة. برافو. آخر واحدة اللي بعدها يا علي، والباقي هنحله في الهوم. خلصت اصلا. تمام، هنبعته برضو في الهوم. قول لي يا علي 1 over 2 وال 1 over 6 فين؟ ال 1 over 2 اهي. 1 over 2 اهي، وال 1 over 6 اهي. في 2 جنب، في 3 جنب، في 4 جنب، في 5 جنب بعض، في ايه؟ في 5 1 over 6 جنب بعض. 5 1 over 6؟ لا هي 1 over 6 في منها 6 مش 5. 6. طيب هنا ال 1 over 2 وال 1 over 6، ايه علاقة ال 1 over 2 وال 1 over 6؟ 1 over 2 more than 1 over 6. برافو عليك. هنكمل بقيتها بقى ونبعتها في الهوم. ماشي، بس قبل ما وحياتك ننتهي كلها. من البيج دي، لو انا كتبت كده 5 over 5 و 1، هكتب في النص هنا more than ولا less than ولا equal؟ ازاي؟ ميزان نركز 5 over 5 والناحية التانية في 1، نحط في النص ايه؟ مرزان علي بيقول more than يا نيرة، وانتي بتقولي ايه؟ لزاي؟ طيب ولا هي more than ولا هي less than؟ ليه بقى يا حلوين؟ ايكوال عشان انا لسه قايلة من شوية ايه؟ اي number divide نفسه بكام؟ بوان 1، يبقى هنا دي 1 ودي 1، يبقى الاتنين ايه؟ ايكوال. ماشي. صعبة؟ صح. يبقى نخلي بالنا من حاجة زي كده. هنا برضو هنعمل كومبير بقى، بس من غير ما نشوف الرسمة اللي فوق، تعالوا كده نحل مع بعض ايه ودي وجي. قولي لي يا نيرة الهاف اكبر ولا السكس؟ الهاف طب قولي لي ليه، مش في هنا 2 وفي هنا 6، فالمفروض ان ال 6 اكبر؟ لا، السكس متقطعة على 6. الحاجة الواحدة مقطعناها على 6، ودي بقى اسمها fraction، ما بقتش whole 6، صح؟ صح. قولي يا علي افتح الكاميرا يا حبيبي وما تقفلهاش تاني. ها ال 1 over ال 3rd وال 8th 1 over 3 more than 1 over 8 آخر واحدة يا نيرة 1 over 4 less than 1 over 2. حلوة أوي، برافو عليك. كده عرفنا ازاي نحلها لو احنا عندنا الموديل ده، وكمان عرفنا ازاي نحلها لو احنا مش عندنا الموديل. طيب نشوف كده اللي تشوز ده، حلو قوي. ال 1 over 5 سوري ال 1 over 4 more than مين من دول؟ يعني ال 1 over 4 ده هيكون greater او اكبر من مين؟ ال half ولا ال third ولا ال seventh؟ 7. seventh. برافو. قول لي يا علي اللي بعدها اسرع من نيرة بسرعة، 1 over 5 smaller than مين من التلاتة دول؟ 1 over 3. يا نيرة طب ندي فرصة لعلي في الاتنين اللي بعدها، السي ودي يا علي بسرعة، 1 over 7 greater than، اعمل unmute.
1 over 7 هيكون اكبر من مين من الثلاثه دول؟ 1 over 9 1 over ايه؟ 9 9. اللي بعدها يا علي 1 over 4 ايه هنحطه 1 هنا يكون over 3 greater than؟ بص يا حبيبي مين هنحطه هنا من دول يكون greater than الفورس؟ يبقى 1 over 3 1 over 3. برافو عليك. وهنكمل الباقي برضو، بقية البيج دي نحلها هم. ايه الشطارة دي؟ بس برضو نحلها هم ممكن نبعتها. طيب ممكن نشوف نمبر 4 ده. circle all، نسمع كده مع بعض. circle all the fractions which are more than 7. يعني احنا عندنا مجموعة من الفراكشنز هنا، هنعمل سيركل على اي واحد فيهم يكون greater than ال 1 over 7. فرنسا والمانيا وايطاليا. يلا يا علي لو سمحت. يلا يلا حلو، نعمل سيركل في السؤال نمبر 4. اعمل سيركل على الفراكشنز اللي هتبقى مور ذان ال 1 اوفر 7. 1 اوفر 9، 1 اوفر 11، 1 اوفر 12، 1 اوفر علي. نعم الفراكشنز اللي مور ذان 1 اوفر 7 مين هنا اكبر من 1 اوفر 7؟ 1 اوفر 9. يا حبيبي ركز، يعني هنختار اي فراكشن النيموريتور بتاعه يكون سمولر ذان ال 7 دي. smaller than 7 1 over 4. طب وايه كمان؟ 1 over 2، 1 over 5، 1 over 3، 1 over 6. 1 over 6. اللي بعده يا نيره هنعمل لاين اندر الفراكشنز اللي less than 1 over 5. هنختار الفراكشنز اللي smaller than ال 1 over 5. ال 1 over 3 smaller than 1 over 5. نيجي نشوف واحد واحد. ال 1 over 3 نسألها هو انت smaller than ولا greater than ال 1 over 5؟ 1 over 8. ال 1 over 3 ردي عليا، more than ولا less than ال 1 over 5؟ more than. ال 1 over 3 more than، بس احنا بندور على اللي اصغر من ال 1 over 5. ال 1 over 2 more than ولا less than ال 1 over 5؟ less than. نعم more than more than. طيب قول لي يا علي ال 1 over 10 more than ولا less than ال 1 over 5؟ less than. مش سامعه؟ less than. less than يبقى نحط تحتها كده لاين. ال 1 over 9 يا علي مور ذان ولا less than؟ مور ذان. less than. less than. اللي بعدها يا نيره ال 1 over 7 مور ذان ولا less than ال 1 over 5؟ less than. less than. ها ال 1 over 5 دي بقى مع ال 1 over 5 يبقوا ايه، مور ذان ولا less than؟ one over five one over five يبقوا ايه؟ equal. حاجتين زي بعض equal. برافو. ال one over six more than ولا less than one over five؟ less than. less than. ال one over four طبعا more than ال one over five. more than. ال one over 11 برضو smaller than one over five. ال one over ten كمان وال one over eight. ماشي. طيب احنا هنعمل بقى الهوم ورك بتاعنا ايه؟ احنا كده اخدنا ليسون 4 وليسون 5، المره الجايه هنحل عليهم بقى ونكمل ليسون 6. ماشي. الهوم ورك بتاعنا هنكمل بيج، هنكمل دي وهنكمل اللي بعديها بالظبط كده 69. انا كملتهم، انا كملتهم هنا بسرعه. وانا تمام 69 و 70. هتبعتوا لي بقى اللي انتوا حليتوه ده 70 الاثنين بس. لحظة واحدة لحظة واحدة ما تستعجلش.
والستوري دي هنحل بيج 71. شفتوا بقى؟ عشان كلها اتسرعت وخلصته. كلها 71. ثلاثة. ماشي نقرا كده بالراحة وبهدوء وبتركيز عشان ما نتسرعش ونغلط، بهدوء وتركيز، ونقعد في مكان. أهم حاجة واحنا بنذاكر ونحل الواجبات بتاعتنا نقعد في مكان هادي مفيش فيه دوشة خالص، ندور على أكتر مكان هادي عندنا في البيت ونقعد نذاكر فيه. اتفقنا؟ لما نقعد في مكان هادي الواجب بتاعنا مش هياخد نص ساعة أو ممكن أقل، إنما لو قاعدين في مكان دوشة بقى هشغل بالي ببابا وبماما وبالجيران وبالناس كلها مش هلحق أخلص اللي ورايا وممكن أغلط. تمام يا نيرة أنتي وعلي؟ تمام، شكرا ليكم انتوا الاثنين، وعايزه المره الجايه بقى يا علي يبقى في منافسه ما بينك انت وما بين اكتر من كده. ماشي تمام، ولا خليني عنصريه متحيزه للبنوتات؟ ها تمام يلا ماشي، خليك انت بقى اشطر مننا عشان احنا بنتين، انت المفروض تبقى انت بقى الاشطر بقى تتغلب علينا. تمام، افتح المايك. خلاص، حاضر. وقبل ما نبدأ وقبل الحصة نكون مرتبين المكان اللي هنقعد فيه والنت بتاعنا والصوت وكل حاجة. ماشي يلا، مبسوطة انا شفتكم النهاردة، اشوفكم الحصة الجاية على خير ان شاء الله. باي.